صباحكم الله بالخير مشاهدينا الاعزاء، وصلنا معاكم اليوم الى نصف النهائي مسابقه الطلع. معنا اليوم 6 مجموعات، اتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق. طبعا مثل ما انتم شايفين الجو سبب التاخير اليوم بسبب الاجواء، والرؤيه كانت واضحه، والحين اعتقد ان الرؤيه واضحه وهم جاهزين للانطلاق. اتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق، خلونا نشوف معاكم. صباحك الله بالخير. بالنور والسرور يا ابن ملهيه، انت المذيع المشاغب تراك. مشاغب، ذيك يوم مزحيت الموتر ضيقت الموتر عشان قلت لك شوي متوتر، وبعد جيتني وأدر وين جيتني. خلتك مع الفتح من فوق مظل. يا مرحبا بك، انت تشرف الله يسلمك. الله يرحب بك، حدثنا عن مشاركتك اليوم، اليوم يعتبر يعني استثنائي، نصف نهائي يا إلى النهائي يا الله يعوض إن شاء الله لين الزمان الجاي. شوف المشاركة من دخلنا احنا مرمي احنا مشاركين، سواء خسارة ولا فوز، يعتبر احنا فايزين. ومتأهلين مع اخواننا، بيض الله بجيهكم ما قصرتوا. والمشاركة شفت يعني ما وصلت النصف النهائي إلا طيور أبطال، وعسى الله يوفقنا. وهذا طير أخوي أحمد بن حسين السادة، أي والله تعبنا في الطير أنا وياه، وعسى الله يوفقنا إن شاء الله. صحيح نهائي مبكر اليوم، يا نهائي يا شبت ما قصر ومقيض ربطة. والله شوف هي توفيق من الله، كل الطيور طيبة، كل الطيور الأربع ثلاثين كلها طيبة، اللي تلوح بعينها بإذن الله والله موفقة بيصرح لها وبيصيدها ان شاء الله. شو اسمه الطير؟ اسمه معيوب. مستعدين مشاركين والنصف النهائي، هذه الطيور اللي هي 34 طير، كل بها طير ما عليها كلام، ما وصلت لذي المرحله اللي هي ابطال. وخبرك الواحد اللي بيطلع ذي الحين هو ان شاء الله بيضمن المراكز الاولى الست لوال، يعني من 290 طير. جرب بيوفقنا ان شاء الله ونكون من ضمن ست طيور في النهائي ان شاء الله. اللهم امين. شوفك كأنك متوتر اليوم، شو اسم الطير؟ والله البطولة ومساكر الرجال وداخل ذا السناح لابد الواحد يتوتر، بعضهم يقول لا يتوتر ولا لأنه ما جرب السناح ومساكر الرجال، جرب يوفقنا ولا يضيع لنا تعب. شوفك اليوم متفائل كأنك مشارك. والله إن شاء الله أنا كأني مشارك كأن أنا حكم. بس انتبه من الطيحة اللي قبل. لا إن شاء الله، واليوم قبل النهائي وكلهم على أعصابهم. الحضور اليوم مكتمل؟ كله مكتمل. ونقول الله يوفقهم وينومسهم، حما جينا اللي في خدمتهم. اتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله. وتستاهل الناموس انت بعد. الحمد لله رب العالمين، اللي يروح للنهايه هذا خلاص يعتبر فايز. الحين هذا التاهيل اذا ما الله كتب الطير وتاهل خلاص ما عاد له الا الزمان الجاي. بس النهائي عندك الحين ثلاث اشواط، اما الله حالفك في الشوط الاول، عندك الشوط الثاني والشوط الثالث. والحمد لله رب العالمين على كل حال. اللهم لك الحمد، تستاهل يا ابو عبد الله هذا الانجاز لمن تهديه طال عمرك. اهدي اول شيء لوالدي ولاخواني وجميع مشجعين تركي. يستاهلون يستاهلون، اتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق. الله يجزاك خير، الحمد لله رب العالمين. والله يعوض للشباب اللي في السناح وطيورهم طيبه بس ما في وقتها. انت عندك طير ثاني متاهل؟ عندي طير ثاني في المجموعه ان شاء الله الخامسه. الله اليوم ان شاء الله كل الطيور جاهزه اللي موجوده كلها، المجموعه هذه مكامله. وكامل وجه الله ما فيه طير أقل من طير بالفعل، كلها طيورهم طيبة، ما جات الوقت ذا لا خلاص على آخر النسم يعني ما عاد. كل يوم الله يجزاك خير تسبحن، الله يتقبل إن شاء الله. بعد الحفل على هدول خلاص يعني هذا يعتبر نهائي، ما يعتبر نص نهائي كلش. مكتمل، لازم يكون مكتمل، هذول المتأهلين وهذه المجموعة النارية إن شاء الله. وإن شاء الله أنهم بيتوفقون كلهم إن شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق جميع إن شاء الله. اللهم أمين، والله بيض وجيهكم يعطيكم العافية. إحنا حبينا يعني تعمدنا نأخذ اللقاء ذا معك، لأن أنتوا والله يعطيكم العافية قويكم، دائما مشغولين ودائما متحنطين، فإحنا اليوم حاولنا نطلع منكم بعض الكلام عشان المشاهد يشوفه. لا الحمد لله أبشر كلهم، كلهم موجودين والجو توا مفتح الحين ان شاء الله، ويبتدون ان شاء الله، وابشروا بالنتائج الزينه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله التوفيق، ولكم التوفيق، وبيض الله وجهك. وجهك. ان شاء الله، والله توفيق من رب العالمين، والله يرزقنا ان شاء الله على نياتنا. اللهم امين، بس يعني اليوم خلاص، اليوم يا الى النهائي يا وين؟ الباب الشرقي على قولتهم. الباب الشرقي ولا المقيض؟ لا ما في مقيض ان شاء الله، في وراء قد الطير قلايل ان شاء الله. قلايل ان شاء الله، بس عاد توفيق من الله، والله يرزقنا على نياتنا.
هذا اللي يعني. لا تقول الله يرزقنا على النية، اطلب من الله التوفيق. يا الله انه يوفق. لا لا ان شاء الله ان النية طيبة ان شاء الله. احنا ما راح نقصر ونقول ان شاء الله قد عذره من جنبه. باذن الله ان شاء الله. شو اسمه الطير؟ عضيب. كان عندي وقت كافي حق التجهيز، وردي باذن الله ان شاء الله ان الطير جاهز، ما تاهل الا هو ان شاء الله باذن الله انه جاهز. وباذن الله اليوم ان شاء الله رايح النهائي. الله كريم. الله كريم. على شبت ما قصر. لا باذن الله باذن الله ان شاء الله انه بيتاهل. الاجواء ان شاء الله انها طيبه. وما جاء احنا من المتشاركين الا هو جاهز ان شاء الله. انا واخواني كلهم. من يوم تطلع بالحزم ما تبغى الا الحظ الطيب والتوفيق من الله. انت وصلت للنهائي طبعا، ما وصل للنهائي الا بطل. يعني حتى مهما كان اللي طلع واللي ما طلع النهائي ما وصل له الا الطيور كلها عز الله ابطال، واهلها ان شاء الله بعد ما فيه مقصور. ما عليك زود يا ابو عبد الله، جالك تسلم. والحزم ذا ودي انك مشارك معنا علشان تدري بس. والله شفت طيور جاهزه، لا ابو توفيق الله بس. خلاص اكيد ما حد بجاي واصل النص النهائي الا انا الا جاهز. والله تضيع اقول نهائي. انه نهائي. اللي الله اليوم كنا نهائي ما كنا بنص نهائي. اليوم غيرنا خلاص، ما راح ناخذ المتسابقين، ناخذ الحكام. مرحبا ابوك، انتم المتسابقين كلكم. الله يرحب بك، حدثنا عن اجواء المسابقه بشكل عام. والله اجواء المسابقه مثل ما تشوف مناسبه، وان شاء الله احنا نتمنى للجميع يتاهلون. والله يبارك لهم ان شاء الله. وياك ان شاء الله، اتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. وياك الله يجزيك خير يا مرحبا. ما يحتاج اليوم اخط اموت لما والله تاهلت انت ولا مع الباب. الباب الشرقي. نعم الله كريم ان شاء الله. على طاري الشرقي وينه؟ هم قلنا الباب الشرقي. الشرقي قلنا هذه مطبلات لو كان مسويها. يعني المظلات فاضيه؟ فاضيه ما فيها شيء، ما فيها الا دنكر. اكيد اليوم لازم بتكون فيه منافسه شديده اليوم. يعني يا متاهل رايح النهائي يا مع الباب الشرقي. نصيب اذا لك توفيق بتاخذه، غير نصيبك ما راح تاخذ. هذا وراء الكلام. حدثنا عن اجواء اليوم المسابقه، شو تشوف؟ لا الجو زين واوكي والامور طيبه يعني. استعداداتكم جاهزين؟ مستعدين؟ احنا جاهزين والتوفيق عند رب العالمين. واهل يعني التاهيل تدري انت يعني يبي له شغل يعني ما هو بسيط يعني. وابارك لاخواني المتاهلين ابو طالب والدوسري، ابارك لهم يستاهلون. يستاهلون ان شاء الله. يستاهلون. شوي متوترين ما بدك التفاعل يعني. ان شاء الله متفائلين ان شاء الله خير. مجموع اليوم يا النهائي يا الله يعيد. اي انت اهل اليوم، انا اعتبر نفسي فايز. يعني اليوم يا يروح النهائي يا على الشبه، شبه ما قصر. لا مو ورا مقناص الطير. يعني عاد ورا مقناص. اي نعم. والله مشاركه طيبه. ما الله قسم حق المجموعتين الاولى، لكن نطلب من الله المجموعتين اللي جاي. عندنا طيور تضاكت في مجموعه واحده، لكن الحمد لله علينا، وهذه غيره على انه على غيرنا، واذا لنا نصيب مع اخوان شمه بناخذ. بس احنا اللي نشوف يعني الناس اللي يتكلمون يقولون انها فرصه اكبر ان طيوركم مع بعض. والله غير صحيح، انا اتكلم لك عن نفسي، انا اتمنى الطيور انا اوزعها على كيفي، كان فرصتي اكبر لو راحت الطيور كلها في مجموعه يعني تقسمت على المجموعات، احسن من احط طيوري كلها في مجموعه واحده واخليها تتضارب. يعني قصدك انه مثلا كل مجموعه فيها خمس مشاركين او ست كلكم طير؟ صحيح، هالشكل انا عندي الفرصه تتاح لي اكثر، لكن الحمد لله هذا نصيب ورزاق وجاتنا هالشكل، تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. صحيح هذا كلام، بس انا اشوف انه يعني الفرصه مثلا عندي خمس مشاركين واللي فيها ثلاثه طيور، يعني من اللي يكون سهمها اقوى؟ هي كلها توافق رب العالمين، بس من اللي يكون سهمها اقوى، اللي ابو ثلاث طيور ولا ابو طير؟ صحيح، قول لي انت اعطني شعورك لو لك ثلاث طيور وجاك طير برا ما له خص ضربها ثلاث طيور وراحت سلام سلام على ما قالوا. والله شوف صراحه شعوري كذا، ثلاث طيور يضربها طير عاد الله يعين. لازم نسوي خطه جديده حق الزمال. لازم نسوي خطه جديده حق الزمال الجاي، نقعد في الصيف الحين ندرس خطه جديده. الحمد لله اصعب مرحله التاهيل النهائي لي ولجميع الصقاق.